ناخد الأستاذ إبراهيم من القاهرة، تفضل. ازيك يا شيخ؟ ربي يبارك فيك يا فندم. أنا شفت منام كده، صحيت من النوم يعني مش فاكره. المنام كالآتي: إن أنا وأنا ماشي بسلم على ناس لابسين أبيض أبيض، وأنا معاهم عمال أسلم عليهم وببصهم وأنا عارفهم، بس بعد كده صحيت من النوم مش عارف، مش فاكر الحلم ومش فاكر الأشكال، لابسين أبيض أبيض كلهم. اتفضل. تابعني. السير يدل على الرزق، لأن الله قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والسلام يدل على مغفرة الذنب وإدراك الأمن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمين فتصافحا تساقطت ذنوبهما قبل أن يتفرقا. السلام، الدين الله اسمه السلام، والجنة دار السلام، وديننا الإسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية كلها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على اللبس الأبيض: حسن حال، ثبات في الدين. أيوة، الحديث في صحيح البخاري في قسم التعبير لمن أراد أن يرجع إليه: رأيت أناسا من أمتي يلبسون قمص اللي هي الجلباب، منها ما يدنو الصدر ومنها ما يعلوه، إلا عمر بن الخطاب جاء بثوب يشتره، فقالوا: ماذا أولته يا رسول الله؟ قال: الدين، الثبات في الدين. والله أعلى وأعلم.